السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنحاول نشوفو كيفية حل المعادلة تحتوي على دالة اللوغاريتم النبيري. إذا السؤال يقول: حل في R المعادلة ln ديال جذر مربع واحد ناقص x تساوي واحد على جوج ln x. إذا أول خطوة في المعادلات هي تحديد مجموعة التعريف، إذا لتكون دي مجموعة التعريف المعادلة. إذا دي تساوي x كتنتمي ل R، وكنحدد الشروط. إذا كنعرفوا بأنه ما بداخل الألين دائما خصو يكون موجب قطعا. إذا الجذر ديال واحد ناقص x أكبر قطعا من الصفر، وكذلك عندنا الجذر، وبالتالي التعبير اللي تحت الجذر خصو يكون أكبر أو يساوي الصفر، يعني واحد ناقص x أكبر أو تساوي الصفر. إذا عندنا الجذر ديال واحد ناقص كبر أو تساوي الصفر، ولا دونك هاد الشرطين وهادو كنقدر نختزلهم في الشرط التالي. إذا إكس كتنتمي ل R، إذا عندنا التعبير أكبر أو يساوي الصفر، يعني كنقدر نختزلهم في الجذر ديال واحد ناقص إكس أكبر قطعا من الصفر. إذا ممكن ندير المربع، دونك الجذر واحد ناقص إكس أكبر قطعا من الصفر تكافئ ماذا؟ تكافئ واحد ناقص x أكبر قطعا من الصفر أو تستلزم. إذا الناقص كنحوضها للطرف الثاني للمترجحة غتولي واحد أكبر من x، يعني x أصغر من واحد. إذا تكافي x كتنتمي ل R، x أصغر من واحد، يعني أن دي تساوي ماذا؟ x أصغر من واحد. إذا عندنا واحد، عندنا صفر، وعندنا هنا إذا إكس أصغر من واحد، يعني هاد القيامة هذه. إذا هو المجال ناقص لا نهاية واحد. الآن دابا غادي نحددو الحل ديال هاد المترجحة. إذا مادام حددنا مجموعة التعريف، إذا لكل إكس من دي لدينا، إذا هاد المعادلة تكافئ ماذا؟ تكافئ الآلان ديال جذر واحد ناقص إكس. إذا عندنا واحد على جوج آلان إكس، في القاعدة عندنا الآلان ديال جذر إكس تساوي ماذا؟ تساوي واحد على جوج آلان إكس، يعني واحد على جوج آلان إكس كتساوي الآلان ديال جذر إكس. إذا الآلان ديال جذر ثلاثة. إذا غادي نطبق القاعدة ديال بشكل عام، اللي كانت عندنا ln a كيساوي لنا ln b تكافئ ماذا؟ تكافئ ان a تساوي b. اذا ما بداخل ln اللي هو جذر واحد ناقص x كيساوي لنا ما بداخل ln ديال الطرف الثاني اللي هو جذر ثلاثة. اذا كيمكن لي ندير المربع ديال طرفي المعادله. اذا واحد ناقص x مربع كتساوي لنا جذر ثلاثة مربع. إذا المربع كيمشي مع الجذر، يعني واحد ناقص إكس كتساوي لنا ثلاثة. إذا ناقص إكس كنديها للطرف الثاني، وثلاثة غنديها للطرف ديال الواحد، يعني غتكون عندنا واحد ثلاثة غترجع ناقص ثلاثة، ناقص إكس غنديها للطرف الثاني غترجع إكس. إذا ناقص جوج تساوي إكس، ولا يمكن نكتب إكس تساوي ناقص جوج. دائما ملي كنلقى الحل خصني نشوف هذا الحل واش كينتمي للدي، لان حنا لكل اكس من دي من مجموعه التعريف. اذا ناقص جوج واش كتنتمي لناقص لا نهايه واحد؟ اذا راه كتنتمي، وبالتالي فالحلول او مجموعه الحلول هو العدد ناقص اثنان.